والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. بداية أتوجه بالشكر للجنة المنظمة على هذه الفرصة المتجددة والمتكررة لمناقشة موضوع يهمنا كأمة كمنتمين لهذه الأمة، موضوع الدين والتدين. وبما أن هذه آخر مداخلة حتما ستتقاطع مع الكثير مما قيل من قبل، وقد يكون فيها تكرار لما قيل من قبل، فمعذرة للجمهور. وأبدأ بالقول إن مناقشة مسألة التدين الإسلامي في الغرب تكتسي أهميتها من كونها تزودنا بمؤشرات عن التحديات التي يعيشها أو سيعيشها المسلمون في مختلف بقاع العالم. فالغرب هو صانع العالم الحديث والمعاصر، على الأقل منذ بدايات الحروب الاستعمارية التي شملت معظم بقاع العالم ومن ضمنها دول العالم الإسلامي. وما تعرف أوروبا والغرب عموما من ظواهر وتطورات مجتمعية هو مؤشر على تطورات إما نحن نعيشها ولكننا غير واعين بها، أو نحن مقبلون عليها فيما يأتي من الأيام. وهذا ما يتطلب منا وعيا واستعدادا لما نحن مقبلين عليه من تطورات ومن مظاهر وظواهر مجتمعية تعصف بنسيجنا الاجتماعي والمجتمعي. إن نحن لم نؤهل هذا النسيج للتعامل مع هذه الواردات. الأمر الثاني يتعلق بمفردات العنوان. إن اختيارنا لمفردات الصناعة يحمل في طياته اعترافا ضمنيا بأن هذه المشكلة مفتعلة على الأقل في الكثير من أبعادها، كما أن تعبير المشكلة الإسلامية الذي ظهر في فرنسا le problème musulman ليس تعبيرا بريئا، فهو يحمل في طياته نوعا من التأثيم للإسلام والمسلمين، وهو ما عبر عنه أحد الباحثين بحالة هستيريا. إن المشكلة الإسلامية هي في حقيقتها عرض لداء أكبر تمثل في عجز الغرب عن الافتكاك والتحرر من المنظومة الرأسمالية التي حولت الإنسان إلى مجرد قطعة غيار ضمن الآلة الجهنمية للإنتاج والاستهلاك. إنه يتهرب من مواجهة مشكلته التي أصبحت مشكلة وجودية تتطلب تخلص من الرأسمالية في صيغتها المتوحشة المتمثلة في النيوليبرالية، وأصبح بالمقابل يفتعل حروبا وصراعات لخلق نوع من الوحدة في الرأي العام قصد المحافظة على الوضع القائم ومنع مساءلة هذه المسارات أو التشكيك فيها. أما اختيارنا لقضية الحجاب كمدخل لفحص المشكلة الإسلامية في فرنسا، فذلك مرتبط بكونه أي الحجاب يشكل نقطة تكثف مرئية لا فيزيبيليتي مرئية الإسلام في العالم المعاصر، ورفض الإسلام والمسلمين انصياعي للنموذج الغربي المهيمن على العالم. فالغرب تعود منذ قرون على أن يملي شروطه وسرديته على العالم، ولم يتعود الإنصات للآخر. صيروت مسألة الحجاب في السياق الفرنسي. إن اختيارنا للسياق الفرنسي تحدده مجموعة من اعتبارات، من بينها أن الحالة الفرنسية في التعامل مع الحجاب تكثف فيها كل ما تفرق في غيرها من عنف وتطرف في التعامل مع مسألة الحجاب ومع مختلف التعبيرات الدينية الإسلامية. ومن فرنسا انطلقت التشريعات المضادة للحجاب وانتشرت في غيرها من الدول الغربية. سنحاول في هذا القسم أن نتتبع هذه القضية من خلال محطات رئيسية أعطت الشرارة لطرح قضية الحجاب، ثم سنتطرق بعد ذلك إلى الصيرورة المؤسسية لصناعة المشكلة الإسلامية المتعلقة بالحجاب، أو ما يمكن تسميته بسياسات الحجاب، ونعرج بعد ذلك على الاستراتيجيات الخطابية التي واكبت هذه السياسات ودور النخب الفرنسية في خلق ما أسمته المناضلة النسوية والباحثة الفرنسية كريستين ديلفي بالكراهية المتوافق عليها la détestation consensuelle. ثم نختم هذا القسم من ورقتنا بالسعي لفهم خلفيات الموقف الفرنسي المعادي للحجاب،
ومن ثم لمختلف التعبيرات الدينية المسلمين بالأساس. أولا المحطات الرئيسية لنشأة قضية الحجاب. في السياق الأوروبي والفرنسي بالأساس سينتقل الحجاب إلى الجاليات المسلمة في الخارج محملا بدلالاته المستحدثة في سياقاتنا العربية الإسلامية، أي أن في تاريخنا العربي الإسلامي منذ بداية ما يسمى بداية النهضة عرفنا ما يمكن نسميه بثلاث مراحل تحت ثلاث عناوين: مرحلة ما يسمى الحجاب والصفور التي كانت أساسها وعنوانها أو معركتها أساس مع التقليد، مع اختلاف في تأويل ووصف التقليد بين ما يمكن نسميهم العلمانيين ونسميهم الدينيين. ثم بعد ذلك ستأتي مرحلة ثانية، مرحلة التي عرفت كانت تحت عنوان الحجاب والتبرج، والتي كانت أساسها وعنوانها هي معركة ضد التغريب. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة، وهي يمكن تقريبا نحقبها مع بداية القرن 21، وهي اللي ما يمكن نسميها بالتطبيعي مع الحجاب، باعتبار أن مجموعة من الطبقات الاجتماعية سادها الحجاب، ولكن هذا الحجاب وهذا التطبيع مع الحجاب سيتولد عنه رد فعل معين مع من طبقات معينة، فئات معينة تعتبر أن هذا الحجاب ليس في من الشروط الشرعية ما يكفي، فنشأ ما يسمى بالنقاب. وهذا سيحول الصراع الذي كان مع الخارج إلى احترابا داخليا. لكن هذا التسييس في السياق الفرنسي لم يكن وليد قرار من داخل الفضاءات الإسلامية، وإنما فرض عليه من السياق الفرنسي ذاته. وستلعب النخب العربية المتفرنسة والمعادية للدين مقيمة في فرنسا دورا موازيا في تأجيج الحملة ضد الحجاب من خلال نقلها لصراعات الوطن العربي إلى داخل الفضاء الفرنسي. في البداية لما كانت مرئية الحجاب محصورة ضمن الأحياء الهامشية وضمن الأوساط العمالية فإنها لم تثر أي إشكال، باعتبار أن الحجاب من الرواسب الثقافية للمجتمعات القادمة منها هاتي النساء، وقد كان الرهان على الأجيال الجديدة التي دخلت وستدخل المدرسة الفرنسية لتجاوز أشكال التدين القادمة من بلدان الجنوب. ولكن حينما بدأ الحجاب يحضر رغم محدوديته ضمن الفضاءات المدرسية فقد أصبح مصدر إزعاج، لكون المدرسة هي مصدر التنخيب، وبالتالي فإن مرئية المسلمين داخل هذا الفضاء كانت مؤشرا على أن المسلمين قادمون ليحتلوا مواقع لهم على الأقل ضمن الطبقات المتوسطة، ولم يعودوا محصورين ضمن الطبقات العمالية الدنيا، بل إن حضورهم أصبح مستداما وليس مؤقتا، أي لم تعد هجرة عابرة. أول محطة قضية حجاب كراي سنة 1989 والبروز العلني لقضية الحجاب. أول حادث ارتبط بقضية الحجاب حصل سنة 1989 في مدينة كراي، وهي مدينة صغيرة شمال باريس، حيث منع مدير إحدى المؤسسات التعليمية ثلاث تلميذات كنا يرتدين الحجاب من ولوج المؤسسة إن لم ينزعن حجابهن. سعى الموقف الحكومي في تلك اللحظة، وكانت حكومة يسارية، إلى حصار هذه الحالات ورفض تسييسها باعتبارها حالات فردية لم ترقى لتصبح قضية رأي عام. لكن الاستغلال السياسي اليميني للحدث ولا سيما اليمين المتطرف سيدفع وزير التعليم آنذاك ليونيل جوسبان إلى طلب رأي مجلس الدولة باعتباره أعلى هيئة تشريعية على المستوى الوطني، وقد كان الموقف الحكومي آنذاك هو نفس موقف مجلس الدولة الفرنسي من حيث حق الفتيات في ارتداء الحجاب باعتباره لا يتنافى مع العلمانية. ثانيا محطة ثانية حجاب ألمال وليلا ليفي وبداية الانزياح في الموقف الفرنسي. يبقى أن الحجاب الذي سيصنع الحدث الأكبر في فرنسا ويعرف تغطية إعلامية واسعة هو المتعلق بارتداء فتاتين من أصول يهودية للحجاب سنة 2003، ألما وليلا ليفي. كان والد هاتين الفتاتين اليهودي الأصل محاميا للحركة ضد العنصرية والصداقة بين الشعوب الأمرب، بينما كانت والدتهما كاثوليكية من أصول قبائلية. كون ليفي ترتدي الحجاب أثار الفزع
في أوساط متعددة، وسيرتبط الحدث بسياق عرف وصول جون ماري لوبان إلى الدور الثاني في انتخابات الرئاسية الفرنسية سنة 2002، والذي اعتبر حدثا مزلزلا في الساحة السياسية الفرنسية. سياسات الحجاب من التهوين إلى التضخيم سينتج عن حدث كراي 1989 تأسيس المجلس الأعلى للاندماج في نفس السنة كمؤسسة رسمية استشارية للنظر في قضية تدبير موضوع اندماج المهاجرين في فرنسا، وسيكون من تداعيات الغير مباشرة لقضية ألما وليلا ليفي قيام جاك شيراك الرئيس الفرنسي آنذاك بتشكيل ما سمي بلجنة ستازي، الذي ستقترح إصدار قانون يمنع كل الرموز الدينية في المدارس. فيما يخص المجلس الأعلى للاندماج، هذا المجلس تشكل في بداية سنة 1989 من كبار موظفي الدولة بالأساس، وتبنى في البداية مواقف معتدلة مما سمي بالمشكلة الإسلامية، لكن مع مرور الوقت ستتجه مواقفه نحو التشدد أكثر حول التعبيرات الدينية الإسلامية. هذا التطور في المواقف هو نتيجة ما عرفته تركيبة هذا المجلس من تغييرات على مستوى عضوياته، حيث هيمن على مقاليد الأمور ضمنه المناضلون الجمعويون والعلمانيون المتطرفون الداعون إلى تبني الدولة رؤية صارمة لمفهوم العلمانية. هذا التغيير في تركيبة هذا المجلس كان مقصودا منها خلق توافق وطني حول مسألة الحجاب وعموم التعبيرات الدينية الإسلامية لجنة ستازي، وسيتوج هذا التدبير الحكومي لمسألة الحجاب والمشكلة الإسلامية عموما بإنشاء ما سمي بلجنة ستازي من طرف الرئيس جاك شيراك، وهذه اللجنة ستوصي بمنع كل أشكال التعبيرات المرئية الدينية في المدارس. ورغم أنها أشارت إلى القبعة اليهودية والصليب المسيحي، فقد فهم منذ البداية أن المقصود هو التعبيرات الدينية الإسلامية بالأساس. وقد ضمت هذه اللجنة التي ترأسها السياسي اليميني الفرنسي برنارد ستازي وسط الجمهورية آنذاك، من بين أعضائها محمد أركون وألان توران وريجيس دوبري وجون بوبيرو. هذا الأخير جون بوبيرو هو الوحيد الذي امتنع عن التصويت على قضية منع التعبيرات الدينية في المدرسة العمومية. هذه اللجنة أثناء انشغالها وجدت نفسها أمام معضلة. هذه المعضلة تتمثل في كون المعطيات الإحصائية حول ظاهرة الحجاب لا تخدم الغرض الذي من أجله أنشئت هذه اللجنة. فالمعطيات الإحصائية حول نسبة الفتيات اللواتي يرتدين الحجاب من مجموع الفتيات ذوات الأصول المسلمة لا يتجاوز 1200 حالة من بين 200,000 فتاة مسلمة ترتدن المدرسة، أي حوالي 0.6%. هذه اللجنة اضطرت لتبرير وجودها أصلا وتبرير الغايات التي من أجلها تم تشكيلها إلى الالتفاف حول هذه المعطيات الإحصائية الواردة من هيئات حكومية رسمية من المخابرات العامة ومن وزارة التربية الوطنية عبر التشكيك في هذه المعطيات بدعوى أن الإدارة قد تجاوزتها الأحداث وأن الأزمة قد انتهت إلى الإفلات من سيطرتها أيضا. ولتعزيز موقفها ستلجأ إلى حجة ثانية تتمثل في شيطنة الجماعات الإسلامية والتسويق لخطورة هذه الجماعات عبر مجموعة من العبارات الغامضة التي لا تكاد تخلو منها صفحة من التقرير، مثل الناشطون السياسيون الدينيون، الميولات السياسية الدينية المتطرفة، المجموعات المنظمة التي تختبر مقاومة الجمهورية، وغيرها من العبارات الفضفاضة. فيما يخص مواقف مجلس الدولة الفرنسي، أما مجلس الدولة الفرنسي فقد تغيرت مواقفه وخضع للمزاج العام، كما تدل على ذلك لحالة الرأي العام إلى حد مسايرة الدولة في كل قراراتها ضد التعبيرات الدينية الإسلامية،
وكان آخرها مصادقته على قرار منع لبس العباءة في المدرسة الفرنسية. ثالثا، الاستراتيجيات الخطابية المواكبة لمنع الحجاب. سياسة الحجاب ستصحبها استراتيجية خطابية تعيد تأويل مجموعة من المفاهيم والممارسات عبر منحها مجموعة من المضامين وفق متطلبات اللحظة. إعادة التأويل هذه ستشمل مجموعة من المصطلحات ومن التعبيرات، نذكر منها على سبيل المثال العلمانية والنسوية والاندماج. أولا، تدين العلمانية الفرنسية. إن الفكرة التي يستند عليها الطلب على سن قانون الحجاب تتمثل في كون المجتمعات الغربية المعاصرة قامت وتقوم على مجموعة من القيم الكونية الكلية، وأن بعض الخصوصيات التي تعرض هذه القيم تفرض قمعا لها. ضمن هذا المنطق، لم يعد المجال العلماني يفهم على أنه مجال محايد وجوديا، بل تم اعتباره مجالا ذا حمولة محددة موازية للحمولات الدينية. وهذا التأكيد المكثف على العلمانية في السياق الفرنسي والسعي لمنحها أبعادا جديدة تتجاوز ما كان متعارفا حولها منذ قانون 1905 المتعلق بالفصل بين المجال العام والمجال الخاص، هو وليد الرغبة في التحكم في الإسلام المهاجر، ولكونه يذكر بكون المعتقد العلماني لم يعد كافيا ولا قادرا على استيعاب تعقيدات المجتمعات الإنسانية وتطورات المجتمع الفرنسي نفسه. ولعل هذا الهاجس من عودة الدين إلى مسرح الأحداث هو ما عبرت عنه وزيرة العدل في فرنسا أيام حكم فرانسوا أولاند، الوزيرة هي كريستيان توبيغا، حين تقديمها لمشروع القانون حول الزواج المثلي أمام البرلمان الفرنسي، حيث اعتبرت أن مشروع القانون المثلي يندرج ضمن مشروع أوسع تاريخي يستهدف إنقاذ العملية التاريخية العظيمة التي كانت تتمثل في العلمنة التدريجية للمجتمع الفرنسي. هذه المواقف الصارمة والرافضة للتعبيرات الدينية هي وليدة الشعور بكون العلمانية أصبحت عاجزة عن إعطاء معنى للحياة الإنسانية. لذا نسمع كثرة الحديث عن المعنى والبحث عن المعنى. المعنى في حقيقة الأمر تصنعه الأديان، وليس هو من وظيفة العلمانية، لكون المشروع العلماني مشروع تفكيكي نقدي يتولى مهمة ومقاومة هيمة الكنيسة على المجال العام والخاص. المشكلة في فرنسا تكمن في كون الطبيعة الإكليروسية الكهنوتية الكاثوليكية هو ما يدفع نحو استبعادها كحل لإنتاج المعنى. هذا العجز المزدوج المتمثل في الخوف من عودة الكنيسة ومن عجز المشروع العلماني عن إنتاج المعنى هو الذي قد يفسر لنا بعضا من حالة التوتر تجاه الإسلام ضمن السياق الفرنسي. ثانيا، إعادة تأويل النسوية الفرنسية. سيلعب الحجاب دورا مركزيا في دفع الحركة النسوية الفرنسية إلى تأكيد مركزيتها الغربية عبر دمج القيم العلمانية في نقدها للحجاب الإسلامي وفي التأجيج على ارتداده. فلم تعد قيم الحرية والمساواة بين الجنسين هي أساس ما يشكل الوعي والنظام النسوي الفرنسي كافية، بل ستجعل من العلمانية مبدأ حاكما على الحرية والمساواة. إن سلطة العلمانية تكمن بالفعل في قدرتها على تطبيع وجهات نظر معينة حول جسد الأنثى، التي هذه وجهة النظر التي تعتبر أن تعرية أجزاء معينة من الجسم مثل الشعر أو الوجه أو الجسم شرط ضروري للتعبير عن أنثوية المرأة. لذا فقد شعر
تيار الأغلبية النسوي الذي يروج للكونية المجردة بعدم الارتياح العميق تجاه هذا الشكل الجديد من التدين الأنثوي، حيث ترى العديد من الناشطات النسويات الغربيات أن ارتداء النساء المسلمات الحجابي للحجاب علامة واضحة على اضطهادهن. السؤال المطروح في هذا السياق: لماذا يزعج الحجاب؟ إن الحجاب يصنع مرئية وتمايزا وترميزا باللجوء إلى الرأسمال الديني، وهذا مصدر إزعاجه، لكون الدين ضمن المنظومة الغربية لم يعد له دور في صناعة الرأسمال الاجتماعي، بل تم إقصاؤه، بينما الحجاب يعيد إلى العالم المرئي والاجتماعي ما تم استبعاده أو على الأقل تحييده. فالحجاب يبلور الاختلاف الثقافي وحتى الحضاري في تعريف موضوع الإناث والعلاقات بين الجنسين والتمييز بين المجالين الخاص والعام، كما أنه يرمز للاستقلال عن الغرب ويشكل وسيلة للتشكيك في قيم الحداثة العلمانية. ثالثا، خطاب الاندماج وتأثيم المهاجر. إذا كان الدين العلماني سيؤكد على القطيعة بين مجالين ثقافيين وحضاريين، وتتولى النسوية تسويغ ذلك بمنح الإسلام بعدا قمعيا للعنصر النسوي، فإن خطاب الاندماج سيتولى إتمام ما تبقى من المهمة عبر تحميل المهاجرين مسؤولية عدم اندماجهم في المجتمع الفرنسي. لفهم الاستراتيجية الخطابية في حقل الاندماج يجب الرجوع إلى تاريخ الخطاب حول الاندماج، فهناك مصطلح كان يستعمل من قبل وهو مصطلح لاسيميلاسيون، أي الاستيعاب، لكن تم العدول عنه لدلالاته السلبية بالرجوع إلى عنوان التكامل الاندماج لانتجراسيون. وبالعودة إلى مصطلح الاستيعاب نستطيع أن نفهم تطور المنظور الفرنسي لإدماج واندماج المسلمين. فالاستيعاب يعني في العلوم الطبيعية اختفاء مادة داخل كائن حي، أي عملية هضم. وقد أضطر هذا المصطلح الذي تم نقله إلى الأدب الفرنسي الحركة الاستعمارية في علاقتها مع الشعوب المستعمرة. أما في علم الاجتماع فإن الاستيعاب يعني تلك العملية التي تسمح للأجنبي أو الأقلية بالاندماج في مجموعة اجتماعية أكبر من خلال تبني خصائصها الثقافية عبر تبني اللغة والالتزام بنظام القيم الخاص بالمجموعة المهيمنة والتخلي عن أسلوب الحياة القديم. هذا المصطلح، أي مصطلح استيعاب، نتيجة دلالاته المعاكسة لمبدأ الحق في الاختلاف في ظل مجتمعات جعلت من هذا الحق شعارا لها، سيدفع الإدارة الفرنسية إلى الاستعاضة عنه بمصطلح الاندماج لانتجراسيون. لكن هذا المصطلح رغم دلالاته المحايدة ظاهريا، فإن سياقات توظيفه ستسحب منه هذه الحيادية، كما أثبتت ذلك سياسات الاندماج وخطابها في فرنسا القائم على مبدأ تمثل القيم الجمهورية. فهو يطلب من المهاجر أن يتحمل مسؤولية عدم اندماجه لكونه لم يستطع تمثل القيم الجمهورية، أي أن الامتثال للقوانين والعمل وفق القوانين لم يعد كافيا ليثبت المهاجر المسلم اندماجه. إذن ما هو الثمن الذي يتعين على دفعه على أبناء وبنات المهاجرين للعثور على مكان لهم ضمن المجتمع الفرنسي الغربي؟ ما هو مطلوب من الأجيال الجديدة في فرنسا؟ هو تبني الثقافة الفرنسية من حيث مفرداتها وتمثلاتها التاريخية. فعلى المستوى الزي لا يحق للمسلم أو المسلمة ارتداء أي زي يوحي بانتماء غير الانتماء للغرب، وما يطلب منهم أيضا هو الفصل بين الاندماج في المجتمع والاندماج الأسري بعكس ما يطلب من غيرهم، أي لكي يندمجوا في المجتمع الفرنسي عليهم أن يتحرروا من أسرهم الموسومة بالطابع القمعي، أي التحرر من سلطتي الدين والأسرة. لكن بالمقابل حينما تقع انحرافات ضمن سلوك أبناء المهاجرين فإن الأسر المسلمة
يتم تحميلها مسؤولية هذا الانحراف، أي ما يطلب من الأسر المسلمة دورين متناقضين: الحفاظ على وحدتها لكي لا تنتج أفرادا غير منحرفين، وفي الوقت نفسه يطلب من الأبناء والبنات بالخضوع بالتمرد البنات بالخصوص بالتمرد على أسرهن وقيمهن الأسرية، أي ما يطلب من الأسرة المسلمة أن يقتصر دورها على دور الدرك وليس دور حامل وناقل للقيم. ما هي السياقات؟ كيف نفسر هذه السياقات لمشكلة الحجاب؟ هذه السياسات الفرنسية وهذا التوافق على كراهية الإسلام والمسلمين، وبالتالي مناهضة كل الأشكال التعبيرية عن الهوية الإسلامية في فرنسا، يمكن إرجاعه إلى مجموعة من الأحداث والتطورات التي عرفتها فرنسا، والتي يمكن إجماله في عناصر خمسة على الأقل: ارتباط نهاية ما سمي لترونت غلوريوز أي العقود الثلاثة للازدهار بالأزمة البترولية، ثانيا نجاح الفيس في الجزائر وما لحقه من إعادة تنشيط الذاكرة الاستعمارية، ثالثا تنامي النزعة اليمينية لدى النخب الفرنسية، رابعا الفراغ في موقع العدو الذي نتج عن سقوط جدار برلين وغياب العدو الشيوعي، خامسا اندحار النفوذ الفرنسي في مجموعة من المناطق ونهاية جاذبية النموذج القومي الفرنسي. خمس دقائق أنا باقي لي أكثر من نصف. المهم فيما يخص نهاية العقد، المهم بسرعة، نهاية عقود الازدهار في فرنسا وأوروبا عرفت واحد حالة ديال الازدهار ما بين 45 حتى 75 نتيجة مشروع مارشال، هذا كيعرف واحد الحالة ديال التنامي ديال صعود ديال النمو، ولكن مع 75 سيبدأ واحد نوع من توقف الوتيرة ديال النمو، وارتبط بحدثين: الأول حرب أكتوبر وتنتج عليها أو منتج عن أزمة بترول وديال 73، ثم الثورة الإسلامية إيران وتنتج عندها ستنتج عنها أزمة بترولية ثانية، وهذه بما أن وهنا سينتج عنها على مستوى الاقتصاد الفرنسي ونوع من المجتمع الفرنسي وهو نوع من البطالة المستدامة. قبل كانت البطالة ما كانت مشكلة في البطالة في فرنسا وفي غيرها من الدول الأوروبية، ولكن مع لما السبعينات أو آخر السبعينات ستبدأ واحد البطالة المستدامة، وبما أن هذه الأزمة صورت على أنها مرتبطة أساسا بالبترول فسيتم تحميل العرب والمسلمين أسباب هذه الأزمة. السبب الثاني هو الجزائر. الجزائر كامل تشكل عقدة في الذهن الدالة الذهنية الفرنسية. فرنسا لحد الآن لم تتخلص من عقدة الجزائر، فقد عاشت حرب التحرير كحرب أهلية، ولا زالت إلى حد اليوم لا زالت آثارها ممتدة في الوعي الفرنسي الجمعي الفرنسي لحد الآن، وسيما ضمن نخبه اليمينية. وقد أحدث نجاح جبهة الإنقاذ في انتخابات 1992 رجف الوسط الفرنسي، لأنه هو بمثابة إعلان عن فشل النموذج الفرنسي. الجزائر كانت تعتبر أقرب دول المغرب العربي على الأقل ثقافيا لفرنسا على المستوى الثقافي واللغوي، لكن نجاح الإسلاميين سيشكل تهديد بالنسبة للفرنسيين، وسيزيد من هذا الأمر وهو أن فرنسا تستقبل في تلك المرحلة يسمى بالعشرية السوداء ما بين 92 و2002 مجموعة من المثقفين والفنانين الجزائريين المعادين للظاهرة الإسلامية، وسيعملون على التأجيج ضد الظاهرة الإسلامية وضد المظاهر الإسلامية عموما. ثالثا تنامي النزعة اليمينية، نهاية العقود الازدهار، أحداث الجزائر كلها وغيرها، سيدفع الجزائر فرنسا نحو ما يسمىها اندرواتيزاسيون دو لا فرانس، يعني اتجاه اكثر يميني وتطرف يميني فرنسا. وحسب تعبير احد الباحثين كيقول لك رغم ان اليمين المتطرف كان يخسر في الانتخابات، ولكن استطاع ان يفرض اطروحاته على المستوى الثقافي والسياسي. زيادة أن الخطاب المعادي للمسلمين والإسلام سيخدم أصحاب القرار فرنسا، لأنه كان خير
التغطية على فشل واحد السياسات الاجتماعية التي فشلت في التي هذه السياسات التي فشلت في الإجابة على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها أوروبا. المسألة الثالثة والرابعة وهي متعلقة بأن حينما سقطت الاتحاد السوفيتي كان ما يمكنش المجتمع يعيش بلا بدون خصوم بين حلفاء وخصوم. هنا سيلعب دور اليمين المحافظ الموالي إسرائيل دور كبير في توجيه أصابع الاتهام نحو المسلمين كهو كالعدو كونه هو العدو البديل لأوروبا والغرب. وبالطبع لن يتكلموا عن الإسلام بقدر ما يتكلموا عن الحركات الإسلامية لكونها هي الحركات التي تمثل ما يسمى الجماعات الديناميكية في المجتمعات الإسلامية. هذا زيادة على نهاية النموذج الفرنسي. النموذج الفرنسي القومي لم يعد صالحا أو لم يعد قادرا على مواجهة الأزمة التي تعيش فرنسا. أولا لأنه نموذج قومي ونعيش عولمة والعولمة هذه العولمة تحكم فيها الآن لم تعد في حتى تحكم فيها الدول القومية والعالم يتحكم فيها وإن بالأساس شركات عالمية ومقاولات عالمية. وحضور الفرنسي ضمن هذا ما يسمى ليميتي ناسيونال محدود جدا. إذن القرارات أصبحت زيادة على أن مشكل الفرنسي نفسه أصبح يعيش على العقدة بأن القرار بالنسبة له في ذهنه أصبح يتخذ في بريكسل يعني من الاتحاد الأوروبي ولم يعد فيه يتخذ في باريس. زيادة على انكسار هو أكبر انكسار كيبدأ في حق البداية مع الحرب العالمية الثانية ودخول هتلر لباريس. خلاصة القول في هذا المضمار أن فرنسا تعيش حالة من الخوف من المستقبل وعدم الثقة في قدرتها على تجاوز أزمتها. وإلا كيف نفسر حملتها على قطعة قماش توضع فوق الرأس والتي قد تكون مؤقتة نتيجة فورة الشباب. واحد دقيقتين من المهم خلاصة توصيفية لمأزق الإسلام المعاصر من خلال الصورة التي قدمناها سابقا عما يشهو الإسلام المهاجر وما يجري منذ مدة في مناطق متعددة من العالم يظهر لنا جليا أننا أمام محنة متعددة الأبعاد والمستويات. هذه المحنة هي وليدة ظرفين عالميين يتداخل فيهما البعدين الذاتي والموضوعي. أولهما أزمة عالمية مركبة ساهم النظام الرأسمالي الغربي في نسج الكثير من خطوطها والغرب نفسه أصبح أسيرا لها. هذه الأزمة اتخذت أبعادا مركبة اقتصادية وسياسية واجتماعية وبيئية متعددة وتؤدي البشرية اليوم وثمنها نتيجة انسداد الأفق. وثانيهما هشاشة وضع المسلمين في العالم وهذه الهشاشة أيضا مركبة من حيث تمظهراتها ومن حيث طبيعة المتدخلين في بلورة واستدامة هذه الهشاشة. فالمسلمون لحد اليوم يعيشون حالة تخلف اقتصادي وسياسي بل وفكري منذ أزيد من قرن رغم تعدد المشاريع النهضوية ضمن المنطقة الإسلامية. بل حتى التعاطي المعرفي مع أزمتنا ما زال متخلفا عن متطلبات اللحظة التاريخية التي نعيشها. وهذه الهشاشة بقدر ما نحن مسؤولون عن استدامتها بقدر ما نحن ضحايا المشروع الاستعماري الغربي الذي يسعى لاستدامة تبعيتنا له عبر إجهاض كل محاولة نهضوية. إن الغرب لا يريدنا أن ننهض لأسباب متعددة لا ترتبط فقط بكوننا مسلمين بل لأسباب متعددة. أولا نحن مصدر رفاهيته من خلال ما تزهر به المنطقة العربية الإسلامية من بترول وغاز ومعادن لتشغيل ماكينته الصناعية وعلينا أن نبقى في وضعية حراس خزائن رزقه ورفاهيته. وثانيا نحن جواره الجغرافي وبالتالي نشكل في وعيه مصدر تهديد مستدام له ومن مصلحته ترسيخ ضعفنا. وكلما زاد إحساسه بضعفه الداخلي كلما ازداد حرصا على إضعافنا أكثر لكي لا يتغير ميزان القوى بين الضفتين. وما إنشاء إسرائيل والحفاظ على تفوقها العسكري والاقتصادي في المنطقة إلا جزءا من مخطط استدامة الضعف والتبعية.
باقي واحد القسم متعلق بمسؤوليتنا وادوارنا في ظل محنه الاسلام المعاصر، هذا نتركه للنقاش ان شاء الله لان شكرا جزيلا.